ناقشت لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية في اجتماعها الثالث اليوم الخميس تكليف المجلس لها بدراسة ملف الأمن السيبراني وسياسة الحكومة بشأنه. وقال مقرر اللجنة النائب فهد المسعود إن اللجنة طلبت من الجهات التي حضرت الاجتماع وهي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والمركز الوطني للأمن السيبراني تقديم أي تشريعات تمكنهم من استكمال مشاريعهم وتقديم خدماتهم بالشكل المطلوب في الاجتماعات المقبلة. طلبت اللجنة من تلك الجهات الحكومية أي تشريعات مطلوبة وملحة تمكنهم من استكمال مشاريعهم وتقديم خدماتهم بالشكل المطلوب، وذلك في الاجتماعات القادمة مع تلك الجهات الحكومية. وكذلك سيتم تكليف تلك الجهات كل حسب اختصاصها بالمقترحات المقدمة التي سيتم تحويلها لهم من بعض الأخوة الأعضاء فيما يتعلق بالتطبيقات الرقمية وكذلك الأمن السيبراني. وكذلك ستطلب اللجنة بإحالة كل القوانين والتشريعات الموجودة لدي لجان برلمانية أخرى والمرتبطة ارتباط وثيق بالتطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني إلى لجنتنا حتى يتم مراجعتها واعتمادها تمهيدا لاستكمال أعمال ومهام اللجنة بتقديم تقرير دوري للمجلس كل 6 شهور.